اهلا وسهلا بيكم في قناه صحه وتخسيس، معاكم دكتور حنس حشمت. النهارده يا جماعه هنكمل سلسله فيديوهات التوعيه الصحيه اللي ابتديناها مع بعض على قناه صحه وتخسيس. الناس اللي اول مره تشوفنا يا جماعه على القناه، القناه بتقدم مجموعه متنوعه من الفيديوهات الخاصه بصفه عامه عن الصحه والتخسيس بصفه خاصه. يا ريت يا جماعه نرجع نشوف المحتوى من الفيديوهات اللي بنقدمه على القناه، ولو عجبنا المحتوى ما ننساش نضغط لايك للفيديو، نشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. ويا ريت يا جماعه ما ننساش نشير القناه لكل اصحابنا عشان الناس كلها تستفيد. طبعا انتوا عارفين في ظل مواجهة الأدوية الإدمانية اللي متاحة في الصيدليات بصورة عشوائية وإدمان البعض ليها، احنا اتكلمنا في كذا فيديو عن أدوية خطيرة جدا بتسبب الإدمان. النهاردة كمان هكلمكم عن مضاد غير نمطي بيستخدم للذهان، بيستخدم كعقار منوم لتأثيره المهدئ، لكن رغم انه لا ينصح بذلك لان هو في الاساس حاجه اسمها مضاد للذهان اتيبيكال انتي سايكوزيس او اتيبيكال انتي سايكوتيك دراج. للاسف الدواء ده موجود في اسماء تجاريه كتير جدا، سيريكويل، سيكويل، كويتابيكس، اتابينا، ادازيو، ريزال اكس ار، سيتينين، سايكوبين، كاتيبين، كويتا، كويتال، كوينتا، كويل، كوترا، ايزيبيرال، جوسوي كوزال، انديو كويبين، كوايديل، كويتا زيك، كويت كول، سبايرا كويت. كل الاسماء التجاريه اللي انا قلتها دلوقتي يا جماعه وكمان تحتوي على ماده واحده اسمها ماده الكويتابين. النهارده هنعرف كل ما يجب معرفته عن الماده دي من طريقه عملها والتاثير الفارماكولوجي بتاعها، استخداماتها العلاجيه لايه بالظبط، والجرعه، طب في حاله نسيان الجرعه، في حاله زياده الجرعه، في حاله الجرعه الزايده ايه الاثار الجانبيه، ايه موانع استعماله، ايه تفاعلاتها الدوائيه، وايه تاثيرها الادماني، وازاي لو انا وقعت اسير في التاثير الادماني للدواء ده ازاي اطلع منه. كل ده هنعرفه في الحلقه دي ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، اهلا بيكم مره تانيه في قناه صحه وتخسيس. دكتور، ايه هي ماده الكويتابين؟ ماده الكويتابين يا جماعه الصيغه الكيميائيه بتاعتها C21H25N3O2S، الكتلة الجزيئية بتاعتها 5099383 من 1000 جرام لكل مول. المعلومات دي لحبايبنا الصيادلة. المادة الكويتابين دي المادة الفعالة، المادة غير الفعالة ذات التأثير المعروف اللي هي المواد اللي بيحطوها ولكن ليها تأثير، اللاكتوز لا مائي. التركيزات المتاحة من المادة دي يا جماعة تركيز ال 25 وال 100 وال 200 وال 300 وال 400. الحركة بتاعت الدواء طبعا هو بيمتص بسرعة عن طريق الفم، بلع، بيصل لأعلى تركيز ليه في البلازما خلال ساعة ونص، ما بيتأثرش بالأكل يا جماعة. التوافر الحيوي بتاعه 100%، نسبة الربط البروتيني بتاعه بيرتبط بالبروتينات الموجودة في الدم بنسبة 83%. الاستقلاب والتحول بتاعه بيحصل في الكبد. خلي بالنا ان الدواء ده هو مثبط لإنزيمات الكبد سيتوكروم B450 اللي هي A21 وC92 وC192 و3A42 وD6، يعني هو مثبط الدواء ده للإنزيمات بتاعت الكبد اللي أنا سميتها دلوقتي. بيتحول في الكبد من مادة الكويتابين لمادة تانية فعالة اسمها نور كويتابين. النور كويتابين لما بيجي الجسم يتخلص منها بيتخلص بنسبة 73% عن طريق البول و21% عن طريق البراز. أقل من 5% بيطلع زي ما هي المادة زي ما هي من الجسم في صورة المادة الكويتابين، بتطلع برضو في البول والبراز. فترة عمر النصف حيوي بتاعتها 6 ساعات، بداية الفعالية بتاعت الدواء ده يا جماعة خلال اسبوع او 3 اسابيع، مدة الفعالية بتاعته من 6 ل 8. دكتور، ايه هي طريقة العمل والتأثير الفارماكولوجي لمادة الكويتابين؟ المادة دي يا جماعة بتتفاعل مع مستقبلات النواقل العصبية زي مستقبلات السيروتونين اللي بنسميها 5HT2 اللي موجودة في المخ، اكتر من مستقبلات الدوبامين اللي هو D1 وD2. كمان المادة دي ليها قابلية عالية تجاه مستقبلات الهستامين والادرينالين اللي هي بنسميها الفا 1، لكنه ليه اتجاه ضعيف تجاه الالفا 2، ملوش اي قابلية تجاه مستقبلات الكولين والمسكرين والبنزو والدايزبين. قدرته ونجاحه ان هو مضاد للذهان علشان بيقلل انتقال الدوبامين في مركز اسمه مركز المكافأة في المخ اللي بنسميه الميزوليمبيك باسوي. طيب
ايه هي دواعي استعمال ماده الكوتابين الطبيه؟ اول حاجه حالات انفصام الشخصيه. الناس اللي مش فاهمه يعني ايه انفصام الشخصيه، اعراضها قله النوم، عدم القدره على التركيز، التفكير اللاعقلاني، لدرجه بيصبح الشخص غير مهتم حتى بنظافته الشخصيه. كمان يا جماعه دي حاجه بنسميها كمان اللي هي شيزوفرينيا. التوحد، الخرف، اضطراب القلق العام، مرض الزهايمر، الهوس مع اضطراب ثنائي القطب، الناس اللي بيجيها البايبولار ديس اوردر اللي هو نوبات الهوس بتاعتها بتبقى من معتدله او شديده. كمان بيقيني من نوبات الاكتئاب الكبرى والوقايه منها، بنستخدمه في علاج ادمان المخدرات واضطراب الكرب التالي للصدمه النفسيه لو واحد حصلت له حادثه او مصيبه في حياته، في حاجه اسمها اضطراب الكرب التالي للصدمه النفسيه واضطراب الوسواس القهري. طب الجرعه والاستخدام بتاعته ازاي؟ يستحسن ان انا لما اخد جرعه او ماده الكيتابين اخدها بدون طعام. الناس كبار السن واللي عندهم انفصام في الشخصيه باخد 25 ملي جرام مرتين في اليوم، ممكن ازودها يوميا من 55 ملي جرام، يعني ممكن اكملها لحد ان انا اديله 50 ملي جرام من مرتين لثلاث مرات في اليوم، لكن بحد اقصى من 300 ل 400 ملي جرام في اليوم. الغالبيه من المرضى بيستجيبوا من 150 ل 750 ملي جرام. طيب مرضى ثنائي القطب بناخد 50 ملي جرام مرتين في اليوم، بحد اقصى ممكن ازود الجرعه لحد ما وصل من 100 ل 400 ملي جرام في اليوم. معظم الاستجابات بتبتدي للمرضى ثنائي القطب من 400 ملي جرام ل 800 ملي جرام. طب بالنسبه للاقراص ممتده المفعول اللي هو الاكس ار، دي اقراص بتمشي ببطء في الدم، دي ممكن ابتدي بجرعه 300 ملي جرام مبدئيا مره واحده بالليل، وممكن اوصل الجرعه ل 400 او 800 ملي جرام في اليوم. طب دكتور انا نسيت الجرعه بتاعتي وانا باخده كعلاج، ممكن تاخد الجرعه لما تفتكرها على طول الا لو الجرعه الثانيه ميعادها قرب، ساعتها انسى الجرعه اللي انت نسيتها ما تاخدهاش وخد الجرعه الثانيه في موعدها. طب دكتور مخاطر الجرعه الزايده، للاسف تم تسجيل حالات تسمم بالدواء ده كتير جدا، بيحصل تشنجات، كبت الجهاز التنفسي اللي بنسميه respiratory depression، تلاقي المريض مش عارف يتنفس خالص، بيحصل غيبوبه، وللاسف في حالات اتوفت بسبب الدواء ده. العلاج بتاعه في المستشفى بندي حاجه اسمها فايزوستيجمين، لكن الفايزوستيجمين مش بينفع مع كل الحالات لانه ليه مساوئ على القلب، فلازم وانا بديه اعمل قبل ما اديه اعمل رسم قلب، ولازم اراقب العلامات الحيويه بتاعه المريض وانا بديه. ممكن اعمل غسيل معده بس لازم خلال ساعه من اخذ الدواء، ممكن ادي سوائل في الوريد، محلول ملح، محلول جلوكوز، لكن اتجنب اني ادي الابنفرين والدوبامين، لان لما هحفز المستقبلات دي يا جماعه بتاعه البيتا هتخفض لي ضغط الدم، خاصه مع ان الكويتابين بيعمل كبت للمستقبلات الالفا، المريض ممكن يحصل له هبوط حاد في الدوره الدمويه ويروح مني فيها. دكتور ايه هي الاثار الجانبيه بتاعه الدواء؟ للاسف الدواء ممكن يعمل لنا ارق، يعمل دوخه، بيعمل جفاف في الفم، ضعف، امساك، غثيان، عسر هضم، بيزود الوزن يا جماعه، بيعمل لي شويه اضطرابات عصبيه زي اعراض خلل في النظام الحركي، زي ان المريض بيحصل له حاجه اسمها تعذر الجلوس اللي هو عباره عن تململ غير مريح وعدم القدره على الجلوس او انه يقف من غير ما يتحرك. بيزود السكر في الدم، بيحصل تورم في الاطراف، ممكن يعمل لي قله في عدد كرات الدم البيضاء، بيحصل حاجه اسمها انخفاض ضغط الدم الانتصابي، ان المريض يجي يقف، يجي واقع على طول اللي هو السقوط عند الوقوف. للاسف بيزود هرمون البرولاكتين، بيغير وظائف الغده الدرقيه، بيسبب لي متلازمه انقطاع النفس اثناء النوم، بيعمل نوبات من الصرع. للاسف عندنا بتحصل حاجه للدواء ده اسمها المتلازمه الخبيثه للدواء المضاد للذهان. المتلازمه دي من اعراضها ارتفاع درجه حراره الجسم، تبدل الحاله النفسيه، تيبس العضلات، عدم الاستقرار اللا ارادي، كمان ارتفاع نسبه فوسفوكاينيز الكرياتينين، ولو حصلت الحاله دي عند الاشخاص بيوقف الدواء على طول فورا يا جماعه. من ضمن الحاجات تاني الاعراض الجانبيه اللي ممكن تحصل اللي بتستوجب ان انا اوقف الدواء، خلل الحركه المتاخر اللي هو ده بيستدعي وقف الدواء. كمان في ناس برضو بيحصل عندها فوضى الجهاز العصبي وظهور الحركات اللا اراديه، تلاقي ايده بتتحرك او رجله بتتحرك وتشنجات لا اراديه، ده برضو من الحاجات اللي لازم يقف عندها الدواء. كمان الدواء ده للاسف لعيونه هو بيزود الرغبه في الانتحار والافكار الانتحاريه بتراود الاطفال المراهقين.
كمان الدواء ده بيعمل نقص في مستوى الصوديوم في الدم، وده يمكن يفسر لنا ليه بيحصل هبوط في ضغط الدم. كمان بيزود الدهون الثلاثيه اللي هي ترايجليسرايدز، وبيزود ال دي ال اللي هو اللو دنسيتي لايبوبروتين اللي هو الكوليسترول السيء، وكمان بيقلل الكوليسترول الاتش دي ال اللي هو الكوليسترول النافع اللي هو الهاي دنسيتي لايبوبروتين. كمان بيعمل لي بالنسبه للجلد بيعمل لي حاجه اسمها متلازمه ستيفن جونسون، ان الجلد بيتقشر كانه بيطلع كده لوحده. طيب دكتور ايه هي موانع استعمال الدواء؟ اول حاجه الحمل، امريكا حاطينه في كاتيجوري سي، استراليا حطاه في كاتيجوري بي 3، ومن الاخر هم للاسف بيسبب لو الام خدته في الثلث الاول اول 3 شهور بيعمل تشوهات، لو خدته في الثلث الثالث بيعمل لي خلل للنظام الحركي للطفل، وبعد ما يتولد الطفل طبعا اكيد مش هيوصل له الدواء لان الام هي اللي كانت بتاخده، فبيحصل له اعراض انسحاب كانه الطفل كان مدمن، فبيجي له ممكن هو كبت في الجهاز التنفسي، وبيحصل له مشاكل في التغذيه، ما بياكلش كويس وما بينامش كويس. الكلام ده بيحصل للطفل بعد الولاده لو امه اخذت الدواء ده خلال اخر 3 شهور من الحمل. كمان ممنوع في الرضاعه الطبيعيه، ممنوع مع كبار السن اللي عندهم زهايمر او خرف او توحد لانه يؤدي للوفاه نتيجه انخفاض تصفيته من الجسم بنسبه من 30 ل 50%. الاطفال ممنوع لان هو بيسبب لهم اثار جانبيه خطيره، وللمراهقين ممكن يخليهم يفكروا افكار انتحاريه. كمان يا جماعه مرضى الكبد، مرضى الكبد لو كانوا لابد ان انا لازم اديهم الدواء ده لازم ابدا لهم ب 25 مللي جرام في اليوم، وازود يوميا من 25 ل 50 مللي جرام كل يوم لحد ما اصل للجرعه الفعاله. لكن لو واحد عنده قصور كلوي لا يلزم ضبط الجرعه، لكن لو واحد عنده قصور في الكبد لازم اظبط له الجرعه يا جماعه عشان ما يحصلوش مشاكل. كمان ممنوعين منه مرضى الدهون الثلاثيه والناس اللي عندها حصى في المراره، الناس اللي بتشرب كحوليات، لان ده ممكن معرض جدا انه يحصل بنكرياتايتس اللي هو التهاب البنكرياس، والتهاب البنكرياس من الحاجات الخطيره المهدده للحياه. الدواء ممنوع لمرضى القلب والاوعيه الدمويه لانه بيسبب سرعه في ضربات القلب، كمان بيعمل اطاله لحاجه في رسم القلب اسمها اطاله فتره الكيو تي، خاصه للمرضى المصابين بمتلازمه إطالة الكيو تي الخلقية، أو الناس اللي عندهم فشل القلب الاحتقاني، أو الناس اللي عندهم تضخم في القلب، أو الناس اللي عندهم نقص في البوتاسيوم والمغنيسيوم في الدم. للأسف الناس دي لو خدت مادة الكويتابين بيحصل اعتلال والتهاب لعضلة القلب. كمان يا جماعة الممنوع منها الناس اللي بيحصل لهم جلطات وردية اللي هو فيان ثرومبوزيس الإمبوليزم. كمان يا جماعه الناس اللي هم ما بيتحملوش السكريات اللي هو مرضى عدم تحمل الجلاكتوز او نقص انزيم اللابلاكتيز او سوء امتصاص الجلوكوز الجلاكتوز لانه بيحتوي على ماده اللاكتوز. كمان يا جماعه ممنوع للمرضى اللي هم عندهم صعوبه في البلع لان دول محتمل اصابتهم بالتهاب رئوي نتيجه المرض. كمان ممنوع لمرضى شلل الرعاش ومرضى الصرع. ممنوع اثناء استخدامك او قيادتك للسياره واستخدام الالات الحاده لانه بيغيب الذهن يا جماعه، فممكن تاذي نفسك او تعمل حادثه لا قدر الله. طيب دكتور بالنسبه للتدخلات الدوائيه بتاعه ماده الكيوتابين، اول حاجه يا جماعه في حاجات بتقلل تاثيرها اللي هي الحاجات اللي بتحفز انزيمات الكبد زي الكاربامازيبين والفينيتوين والسايوريدازين والكحول والاوكساكاربازيبين والريفامبين ونبتة سانت جون، الحاجات دي بتقلل تأثيره. في حاجات بتزود تأثيره زي مضادات الفطريات الفلوكونازول والكيتوكونازول وعصير الجريب فروت ممكن يزود تركيزه في الدم من 5 ل 8 أضعاف التركيز الحقيقي. أدوية الإيز زي الريتونافير والإندونافير والنيلفينافير، مضادات حيوية كمان زي الأريسروميسين والكلاريسروميسين والنيفازودون والسايكلوسبورين مضاد المناعة، كمان مضادات الهستامين المورفين الميثادون الأدوية المخدرة كمان كلها، أدوية القلب والضغط زي الفيرابامين والأميودارون، أدوية الملاريا، أدوية الكانسر اللي هو السرطان زي التاموكسيفين، الكورتيزون زي الديكساميثازون، المهدئات التانية زي الكلوزابين، أدوية شلل الرعاش زي الكابرجولين والليفيدوبا لو حد بياخدها. كل الأدوية دي يا جماعة اللي أنا سميتها دلوقتي ممنوع أخدها مع مادة الكويتابين. طيب
إساءة استخدام العقار وإدمانه للأسف تم تسجيل حالات إدمان للعقار خاصة كان مع الناس المدمنين الكحول. دكتور أسحب الدواء إزاي؟ للأسف الدواء ده لما أسحبه لازم تدريجي يا جماعة، لأن من أعراض الانسحاب بتاعته أرق، غثيان، صداع، إسهال، قيء، ودوخة، هياج، فلازم أعمل سحب تدريجي للعقار على مدار أسبوع أو أسبوعين، اشوف الجرعه بتاعتي انا كنت واصل لحد جرعه كام، واقلل مناصفه كل 3 ايام، واخلص من ادمان العقار ده خلال اسبوع او اسبوعين. من ضمن النصائح المهمه جدا للناس اللي بتاخد ماده كويتابين، لازم نفحص العين كل 6 شهور اثناء تناول العقار. بصوا يا جماعه، الادويه النفسيه ادويه خطيره جدا. انا على القناه في ناس كتير بتهاجمني بسبب مهاجمتي للادويه النفسيه. الادويه النفسيه يا جماعه في شق مسؤول عنه الطبيب وفي شق مسؤول عنه المريض. الطبيب مسؤول عن التشخيص، لو ما شخصش صح هيديك جرعه غلط، لو ما شخصش مرضى الحاله النفسيه صح يبقى هيديك الجرعه غلط طبقا للتشخيص الخاطئ اللي قاله. تاني حاجة، المرض النفسي صعوبة تشخيصه، هو في صعوبة أصلا في تشخيصه، فمش أي دكتور هيعرف يشخص المرض. تاني حاجة، لو الدكتور شخص صح وإدالك الجرعة صح، المريض ما بيلتزمش بالجرعة الصح ويلاقي إن تأثير الدواء قل، فبدل ما يروح للدكتور يجي مزود الدواء من نفسه، يدخل في سلسلة إدمان للدواء. وبعد كده يجي يوقف الدواء يقول لك أنا مش قادر أوقف الدواء وأنا بقيت أسير ومدمن لهذا الدواء. أتمنى من كل الناس تتفهم موقف الأدوية النفسية. الأدوية النفسية صعبة جدا يا جماعة، في وصفها، في تشخيص الحالات النفسية، في جرعة الحالات النفسية، في استخدام الأدوية النفسية. لذلك يجب إدراج كل الأدوية النفسية تحت الإشراف الطبي الصارم علشان خاطر ننهي عملية إدمان الأدوية. أتمنى من إن الفيديو يعجبكم، لو عجبنا الفيديو ما ننساش نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل يوم فيديو جديد خاص بالصحة بصفة عامة والتخسيس بصفة خاصة، وياريت يا جماعة ما ننساش شير القناة لكل أصحابنا عشان الناس كلها تستفيد. شكرا لكم، كنتم في قناة صحة وتخسيس، كان معكم دكتور حنس حشمت، ألف سلام.